Dernièrement, sur Facebook, Daru Tsaour, qui est 10 Years Challenge, qui est Tsaour de 2009 à 2019. كيفاش تحولنا الكل؟ فما برشا عباد بارتاجيو وفما عباد ما بارتاجيوش. انتم شكون تحبوا تشوفوا اول واحد اول ضحيه؟ رانيا. رانيا بي انا من بعد لا خلينا بي انتم شكون اول واحد في الكرونيكور؟ شكون تحبوا تشوفوا؟ والله 2009 2019 تتصورني تبدلت برشا انا؟ خلينا نشوفوا 10 سنين بدلوا كوميم هو عام على عام. اي 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 بيان سور خلينا نشوفوا مقديت كيفاش كان في 2009 وكيفاش ولا 2019. اما على شرط التصويره تبدا صحيحه مش كذبه. 2009 2009 معناها. ديجا نوفل خرج لك برشا تصور. وي 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 نوفل ديجا خرج له برشا تصور من الارشيف. هو اكثر من 2009. لاكثر من 2009. لا لاكثر من 2009 اكثر. ده العود نفسه من ايام عبد الحليم. قول له ما هاكا كان عندي شعر مقديت، قول له ما هاكا كان عندي شعر. اما ما عندكش لونات. طبعا محاسب فساد التوزيع معناها شعر قلتك من غير كيغاتين زيد انا شكون تحبوا تشوفوه الثاني؟ لا بالنوارة اسمي غلدا ما احلاها اما قعدت كيما هي ما هي ما تبدلتش هي بيدها شوية حاجات لوميير تبدلت لوميير تبدلت اما انت شكون اخر؟ يعقوب ماذا بيا خلينا نشوفوا يعقوب اها مين ده؟ شكون هذا؟ شكون هذا؟ واش هذاك؟ من انتم؟ شكون هذا؟ ماهوش يعقوب ما ينجمش يكون يعقوب فينا عام 2009 دوما هذه في عام 2009 كنت صغير شحال كان عندي 20 سنة مش انت مش حكيت صغر وكبر معناها شكون؟ واحد اخر هو ابيض ابيض و لا وعينيه في الصيف ومش عارف في حاجه والدقني طبعا غيرت والشعر حنين انت تو كي ريت تصويرته 10 سنين تيري تقعد مضروبه فيه بطلت هي هكا قلت لك نحبه كي خويا سارة كي خوك معناها هكا ولا هكا 2009 2008 2029 كي خوك ربي معك شكون اخر تحبوا تشوفوا حنين حنين اي خلينا نشوفوا حنين يا حسرة كان عندي شعر طويل وكنت ضعيفة شو ما ضافني كنت علي وش بيه شعرك مازال طويل وبدنك مازال مزيان شو ما ضافني كنت ديما في حالة استعداد في التشالنج ديما نشتح 2009 في عرس يمكن انت كنت غني شكون بقى توا شكون بقى ايمن وجيه ايمن وجيه 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 طبعا يا الله وجيه القاوه لك هذه عندها 13 ans اكثر من 10 سنين تصوير اي لي وجهها نتذكرها في المسلسل كنت مضروبه فيها انا قبل كانت عندي مثال الجمال والله مانيش نفادي كنت نتفرج في منام تاع روسيه نبدا هكا عملت لها نبدا نغزر وتعجبني البيرسوناج تاع اقول لك كلمتين الصوره اللي القديمه من غير ميك اب فجمال من عند ربنا بسم الله ما شاء الله عليك تهبط وليه هي بدأت كيف ما تبدلش والنظارات من عندنا احنا ان شاء الله الجمعة الجاية نشوفوها لك نشوفوا ايمن هذيك من غير مايك انا عندي ايمن هذه على السرعة مش عارف اهو ليه والباك نفس الوقفة في هي القوة في الباك اقول لك الصورة دي الصورة دي كانت في كاستينج اروح مسلسل كنت هطلع فيه عسكري انجليزي وقالوا لي طب انت عسكري انجليزي بتعمل كده ليه؟ لا الشعر ده راح مع الزمن الزمن بقى هي ماما احلاك تهبط الله يخليك حتى توا ما احلاك الله يخليك يا ماما ربنا يخليك يا رب ورانيا رانيا في هذا الكل؟ يا رانيا ان شاء الله ان شاء الله انا هروح في الفيسبوك شبيني ياسر بيضا من غادي انا كي كانوا حوايج بيخي وقتك انت لموت اون بليس انا كنت من كان قبل كانوا ديما يطيرون لحوايج بلا وكنت اضعف برشا من هكا وي هذيا كانت اون 2009 عمري 19 عام وقتها صغرونا تو كبرت اما رانيا شفنا برشا حاجات في الانترنت يضحكوا فيها على 10 years challenge وي ميم فنانين زاد قدم حتى ميم فما شكون زاد قويين كو لو فيزيك مش كل معناتها معناها بالوقت كل شيء تبدل وبرشا حاجات تبدل